برعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وبحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسعادة الدكتور حسين علي المسلم رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية، مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي. أقيم حفل افتتاح بطولة العالم للغطس العالي والتي تنظمها اللجنة الأولمبية بالتعاون مع الاتحاد البحريني للألعاب المائية في بحرين هاربر. وشهد الحفل عددا من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وعدد من الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي ورؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية وكبار المسؤولين والمدعوين والضيوف. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن خالص شكره وامتنانه لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على رعايته سموه الكريم لهذا الحدث، كما توجه بالشكر الجزيل للاتحاد البحريني للألعاب المائية برئاسة الدكتور حسين المسلم على ثقتهم بمملكة البحرين لاستضافة البطولة لأول مرة. وأكد سموه أن احتضان المملكة لهذا الحدث يعتبر امتدادا للجهود التي تبذلها اللجنة الأولمبية في تنظيم كبرى البطولات الرياضية، ومن بينها رياضة الغطس العالي التي تعد واحدة من أهم الرياضات التي تحظى بشعبية كبيرة، وذلك بهدف تعزيز السياحة الرياضية والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة البحرين كوجهة مميزة لأكبر البطولات الرياضية في العالم. وأشاد سموه بما تضمنه حفل الافتتاح من فقرات معبرة تحكي تاريخ البحرين وارتباطها العميق بالبحر، مشيدا بالجهود التي بذلتها اللجنة الأولمبية وكافة اللجان العاملة في هذا التنظيم لهذا الحدث، متمنيا سموه لجميع المشاركين التوفيق والنجاح. هذا وقد بدأ حفل الافتتاح بعصف السلام الملكي تبعه كلمات اللجنة الأولمبية التي ألقاها سعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي، وشكر فيها القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها على دعمها اللامحدود للحركة الرياضية. مساء الخير من البحرين، وبالتحديد من وسط بحرها، بلادي اللي هي اسم على مسمى، مو بحر واحد، بحرين. يعني اللي يعيش على أرضها أكيد متعلق ببحرها اللي منه ابتدينا وعشنا وتربينا. قصتنا مع البحر ابتدت من عمر نحبه ويحبنا، نعرف له ويعرفنا زين، ومنه تجارة ابتدت، وللباب اللي وراي وصلت باب البحرين. بنوها جدادنا على حافة الماي، وكان هو بوابتنا لكل العالم. لحظة قبل كل شيء، خل أقول لكم من أنا، بس مو من هني، من داخل البحر. طول عمري كنت أحب البحر وأحب أكتشفه أكثر. يدي كان كله يقول لي بحرنا مو مثل أي بحر، هذه بحر من التاريخ والقصص والبطولات. كبرت وتم البحر صديقي المقرب، وفي كل قفزة أقفزها داخل كان شعوري مختلف ما يشبه اللي قبله. اللي عرفته مع الوقت إن كل ما علت قفزتك قدرت تدخل في العمق أكثر، وتنفتح لك عوالم جديدة، وتشوف أسرار هالبحر وجماله، وتلامس خطوات أجدادنا، وتستشعر قصصهم. ومن يومها صار القفز شغفي، وكنت أتحدى نفسي في كل قفزة، وكل ما تعلى قفزتي طموحي يعلى أكثر، وكل عمق وصل له يشدني إني أشوف العمق اللي بعده. إحنا في بلد يعشق الذهب،
تربينا أن طموحنا ما له حد وعزيمتنا ما يوقفها شيء، وبيننا قدوات ما تعرف المستحيل، بالإصرار والمثابرة خلونا في الصدارة. والحين باتحدى نفسي أكثر وباقفز معاكم من هالارتفاع. بس خلني أقول لكم شغلة، ترى اليوم مو يوم عادي، اليوم باقفز في بحر بيستقبل في أعماقه العالم كله. فأهلا بكم في البحرين، الوطن اللي يكبر بإنجازه وناسه. Welcome to بحرين، The Land of Two Seas. هذا الوطن يزهر بعزمه وباسا، هذا الوطن يكبر بإنجازه وناسا. إنجازه وناسا هذا الوطن من حب متفائل وحالم، من هالسلام يعم للناس والعالم. وتغنت البحرين مرحبا واهلا، حي الله الغالي في دانة الدنيا بلادنا البحرين. هذا الوطن من حب متفائل وحالم، من هالسلام يعم للناس والعالم. من حب متفائل وحالم، من هالسلام غنات البحرين فيكم في العين، وتغنات البحرين. Ladies and gentlemen, welcome to the 2024 High Diving World Cup. Ladies and gentlemen, welcome to the Kingdom of Bahrain. Now, we will enjoy a diving performance by the Colombian high diver, Maria Paula Cantero. Thank you very much, Maria. That was amazing, ladies and gentlemen. Now we have another diving performance, but this time from the Colombian high diver, Miguel Garcia Celis. وثمن سعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي الرعاية الكريمة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ودعم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وأشاد خلال كلمته بالطفرة التي تعيشها الرياضة بعد الإنجاز في أولمبياد باريس 2024 واهتمام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالعمل منذ الآن لأولمبياد لوس أنجلوس بما يسهم في تعزيز المكتسبات، مقدما شكره لجميع الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص على دعمهم. وعقب ذلك كلمة رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسين المسلم التي شكر فيها مملكة البحرين على حسن الاستضافة والتنظيم، مؤكدا على أهمية هذه البطولة في التأهل لدورة الألعاب المائية العالمية في سنغافورة 2025
متمنيا لجميع المشاركين التوفيق والنجاح. وشهد الحفل فيلما عن علاقة البحرين بالبحر والغوص، وتبع ذلك لوحة فنية درامية على شاطئ بحرين هاربر تحكي قصة طفل صغير يكبر فيتعلق برياضة السباحة وسط تشجيع أهله، ويضع على عاتقه مسؤولية التغلب على هذا الخوف، متخذا من والده وأجداده قدوة في الإقدام وتحدي الصعاب ليقفز من فوق منصة القفز وسط تصفيق الجمهور. ويختتم الحفل بدخول الدراجات المائية. وفي الختام قام سمو الشيخ خالد بن حمد بتكريم جميع الشركات الداعمة والراعية تقديرا لإسهاماتهم في نجاح الحدث هذا. وتتابعون فعاليات بطولة العالم للغطس العالي يومي السبت والأحد من 9 صباحا حتى 1 ظهرا على قناة البحرين الرياضية الأولى. محفل رياضي دولي آخر تحتضنه مملكة البحرين عبر استضافة بطولة العالم للغطس المائي تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وبحضور من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. الله يسرنا اليوم حضور حفل افتتاح بطولة العالم للهاي دايفنج، هذه بطولة مهمة على جدة الاتحاد الدولي للورلد اكواتكس، والحمد لله احنا في مملكة البحرين يستضيف يشرفنا ان احنا نستضيف هالبطولة المهمة بطولة الهاي دايفنج. مثل ما شفنا اليوم المشاركين من دول العالم، فالحقيقة احنا في اللجنة الأولمبية بتوجيه من سمو الشيخ خالد دائما ما نحرص ان احنا نستضيف هالبطولات المهمة، والمشاركين ما شاء الله اليوم من اعلى المستويات، يعني من سواء المشاركين في الكاتيجوريز كلهم، فنتمنى لهم ان شاء الله التوفيق والنجاح وان شاء الله تكون بطوله حلوه ان شاء الله. طبعا هاي اول مره مملكه البحرين تستضيف الهاي دايفنج وورلد كاب 2024، وعندنا تقريبا 40 دايفر اللي بنطون من 27 متر و20 متر. الرجال ينطون من 27 متر بيوصلون السرعه حوالي 60 كيلو في الساعه، فاي غلطه اللاعب يقدر يتعور، فنتمنى التوفيق لجميع اللاعبين. ونشكر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لرعاية الكريمة، واللي كان ونشكر سمو الشيخ خالد لحضور لهاي الفعالية. وكان مثل ما قلنا نسمع من اللاعبين هاي أول مرة تشوفون افتتاح بهاي الشكل. وتعد بطولة العالم للغطس العالي الحدث الأضخم عالميا للاتحاد الدولي للألعاب المائية، حيث تشهد البطولة مشاركة نحو 40 غطاسا وغطاسة يتنافسون فيها على بطاقة التأهل لدورة الألعاب المائية التي ستقام في سنغافورة 2025. أنا قابلت اللاعبين من الدول المشاركة، عندنا 16 دولة مشاركة، عندنا أفضل غطاسين العالم مشاركين، الكل مرتاح، أول شيء مرتاحين من الإمكانيات اللي وضعت لهم على مارينا البحرين، زائد المنط اللي شيد في فترة قصيرة، استخدام البحر بدون حوض سباحة، السكن اللاعبين يروحون يردون مشي، تدريب يروحون يردون مشي، الحياة اللي هم قضوها خلال اليومين اللي طافوا أو اليومين القادمين راح تكون حياة ليس فقط بالمنافسات بس راح تكون حياة ممتعة لهم. استعدادات على أعلى المستويات ووفق معايير دولية عالية قدمتها اللجنة الأولمبية البحرينية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للألعاب المائية من أجل إنجاح هذا المحفل العالمي، وليعيش المشاركون والحضور تجربة رياضية تنافسية فريدة. استضافة مملكة البحرين لبطولة كأس العالم للغطس العالي تثبت مكانة مملكة البحرين كوجهة رياضية عالمية، وتعكس التزام كافة مؤسساتها الوطنية بتقديم تجربة رياضية فريدة تلبي أعلى المعايير الدولية. عبدالله المالود لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.